راح أبدي أحضر طريقة عمل دجاج مشوي بالخضرة. عندي أفخاذ دجاج غسلتهم زين بهالصورة، وعندي هاي خضروات حسب الخضروات اللي تحبوها، ولا تخلون زيادة لأن الخضروات تأخذ طعم الدجاج، يعني لازم يكون متوازن الدجاج ويا الخضرة. هنا عندي أنا ثلاثة حبات بوتيتا قطعتها وفلفل، هذا بارد وإذا تحبون حار هم ضيفوا إياه بس مو كله حار، وواحد حبة بصل. راح أحضر الخلطة مالته، وأنا مشغلة الفرن على درجة حرارة 270 275. هنا عندي هاي اللبن الرائب أو الروبة نص كوب. هنا راح أضيف معجون الطماطة 1.5 ملعقة أكل، وأضيف له الثوم 3 سم ثوم هرستهم، رشة بابريكا، ممكن تضيفون حار بس أنا أضيف هذا شوية بيه حرارة بس قليلة، البابريكا هاي اشتريتها من العربي. هنا رشة فلفل أسود، هذا أوريغانو، إذا ما متوفر عندكم لا تضيفون حسب رغبتكم، ممكن تضيفون زعتر. هاي المواد كلها راح أخلطها هالصورة، وأضيف شوية زيت، أما زيت زيتون أو زيت نباتي. هاي الوصفة ما تعتبر صحية لأن ما بيها مواد زيادة، واللبن الرائب ممكن تستعملون القليل الدسم، وراح أضيف لهنا ملح آني، وهاي الخلطة كلها أخليها على الدجاج والخضروات 1 ملعقة أكل، لأن كل المواد هاي كلها راح أخلطها. راح اجيب هاي الخضرة كلها واخلطها. شوفوا، طبعا هاي وصفة سريعة تفيد الشباب اللي ما موجودين يم اهلهم، تفيد الموظفات اللي يجون سريع يسوون فطور، مهمة يعني وسهلة وسريعة، ما تتعبكم، حتى ممكن تحضرون من الليل هاي كل الشغل، وبعدين الصبح بس تخلوه يعني الظهر ويا الفطور. هاي كلها طعم الدجاج راح ينزل عليها، وهاي تتقدم ويا التمن ويا الخبز. عندي هذا ورق الألمنيوم راح اخليها بالفرن، الدجاج من بعد ما كمل صار بهالصوره.